السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف على حضرتك؟ الأستاذة نادية مصطفى، مدرسة لغة عربية في مدرسة الوثبة. و تمام. أستاذة نادية، حضرتك حضرتي برنامج الذكاءات المتعددة لبروفيسور توماس وبرنامج مهارات العرض والتقديم لمستر ليني. إيه رأيك في كل برنامج واستفدت منه إيه؟ برنامج الذكاءات المتعددة كان طبعاً استفدنا منه التطبيقات، كانت يعني نقص عندنا التطبيقات، فساعدنا في كيف إحنا نحصل على التطبيقات للبرنامج الذكاءات المتعددة، وكان برنامج جيد والاستفادة كانت كويسة. بالنسبة لمهارات العرض والتقديم لسه ليني؟ أيضا كان برنامج ممتاز، استفدنا منه أشياء، طبعا كانت لدي أشياء، ولكن أيضا أخذنا من الدكتور ليني أشياء أخرى، تعودنا على التقديم بشكل أفضل وبشكل أحسن. طيب حضرتك تنصحي آخرين يحضروا البرنامج التدريبي؟ أكيد. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.